في ريكوردينج مبين عندكم؟ هيها بلشت. بين عندكم ريكورد؟ طيب وصلنا عند هاي السلايد في المحاضرة الماضية اللي ما قدرنا نخلصها. فهنا exercises، هنا بقول لك هذا الاي سي جي ستريب قدامك. Where does the impulse originate from؟ نطلع على البي ويف smoothly rounded positive consistent in shape، معناته بطالع من وين؟ من الاسي نوت. Are P waves present؟ Yes. How is the impulse conducted؟ بين قوسين قاعد بيسألني عن الـ PR interval، فأنت لو قست الـ PR interval راح تلاقيها تقريبا 0.16 which is normal، ما فيش عنده أي delay. هل الريثم regular ولا irregular؟ regular حسب الـ RR intervals، لو قست راح تلاقيها متساوية. طيب is there bradi or tachycardia؟ لو جينا نحسب الـ heart rate، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، تقريبا أربعة، تقريبا الهارت ريت تاع البيشنتس تقريبا ما بين 75 ل 80 بيت بير مينت، أنا كتبت تيكا 77، فهذا البيشنتس كل الكاركترستكس تاعت نورمال ساينس ريثم موجودة فيه. نيجي على هذا الإي سي جي ستريب على السريع، شو شايف في هون؟ في ويفز مالهم زي إيش؟ زي خرابيش؟ اللي قبل كوشتر البي ويف زي ايش؟ شو انا شبهتها؟ خرابيش الدجاج دكتور. بالضبط بالضبط زي خرابيش الدجاج. والريت والريثم الريجولر اي ار ار انترفل مش متساوي. شو هذا البيشنت عنده؟ اتريال فيبريليشن. بالضبط اتريال فيبريليشن. نيجي لهذا الاي سي جي لا أول ما طلعت عليه بلاقي إنه في عند P بعيد عن ال R، فطلع ال PR قبلها، هون كانت صغيرة بعدين طولت بعدين ردت إيش PR إيه، بعدين صارت في عندي هون P، أو هون خلنا نعتبر ال P إنها blocked. طيب طيب هاي ال PR رجعت زي أول؟ لا، معناته ما في أي علاقة، ما في أي association. معناته هذا البيشنت عنده ايش؟ ثيرد ديجري هارت بلوك. هسه شو في عندنا علاجات او مانجمنت للبيشنتس اللي بيكونوا معهم ديسريثميا؟ قلنا بالاول بنبلش ميديكيشنز، اذا ما صار في عنده او ما استجاب لهي الميديكيشنز فاحنا راح نلجا لاشياء ثانيه زي البيس ميكر في حالات البراديكارديا، او في او نلجا للكاردوفيرجن في حالات الاكيوت تاكي اريثمياز اللي بيكون فيها وضع البيشنت ستيبل. اذا كان البيشنت عنده اكيوت تاكي اريثمياز وكان وضعه انستيبل فاحنا هون بنستخدم له الديفيبريليتر. وخلينا نحدد اللي هم البلسلس في تاك، خلينا اكتب هون البلسلس في تاك وحالات ايش الفي فيب، هاي هم الحالتين اللي انا بستخدم فيها الديفيبريليتر. الجهاز اسمه ديفيبريليتر، وبجوز كلياتكم شفتوه في الاقسام اللي داومتوا فيها، وبنعمل لها بكل بدايه شفت ايش بيعملوا لها تيست حسب البوليسي. في ناس بقول لك باليوم بعمله مره، في ناس بقول لك انا كل شفت بعمل له تيست. طيب هسه شو الفرق ما بين الديفيبريليتر والكاردوفيرجن؟ في فرقين. الفرق الاول والاهم انه سينكرونايزد، الكاردوفيرجن سينكرونايزد. شو يعني سينكرونايزد؟ انه بنعطي الدي سي شوك على وقت مين؟ الكيو ار اس او الار ويف. بالضبط. بينما الديفيبريليتر لا، بعطيها بوين ما اجت، اول ما اشبك على البيشنتس شوك بالريثم اللي هو بلس في تاك او فينتريكولار فيبريليشن، اعطي الشوك وين ما اجت. هذا اول فرق. الفرق الثاني هو حسب الالكتريكال فولتج. شو يعني الكتريكال فولتج؟ اللي هي كمية الجولز، كمية الكهرباء اللي أنا بعطيها. بالديفيبريليتر بتكون أكثر من الكارديوفيرجن. الكارديوفيرجن والديفيبريليتر شغلهم إنهم بيعملوا ريستارت للهارت، فأنت بتعطي زي صعقة كهربائية للهارت بيعمل له ديبولاريزيشن، بيوقف كل الالكتريكال اكتيفيتي الموجوده فيه، بعطي فرصه
انه الاس اي نود ترجع هي البيس ميكر. ليش ترجع هي البيس ميكر؟ لانه هي اللي اكثر واحد بتعطي ريت، فهي ممكن ترجع هي البيس ميكر. طب مش دائما هذا بتزبط معنا، لانه بيكون في عندنا هاي مثلا مجموعه خلايا لساتها اريتيتد وما استجابت لاول شوك، فممكن انا ارد اعمل شوك مره ثانيه. قلنا الميجر ديفرنس بتوين كاردوفيرجن ديفيبريليتر هو الوقت اللي انا بعطي فيه هاي الشحنه الكهربائيه. الكاردوفيرجن انا بعمل الكهرباء بتكون سينكرونايزد مع البيشنت اي سي جي وبتنعطى زي ما قلنا على وقت الار ويف، بينما بالديفيبريليتر بيكون نعطي الشحن الكهربائي ايميديت لما اتاكد انه البيشنت عنده فنتريكولار فيبريليشن او بولسز في تاك. هذا مش متفق معها، مش اي واحد انكونشس بروح بعطيه كهرباء. زي ما قلنا انها بتكون ايش الديفيبريليتر، بتكون انسينكرونايزد. نبلش بالالكتريكال كاردوفيرجن. متى بنستخدمها؟ اذا كان عند البيشنتس فنتريكولار تاكيكارديا وذ بولس وبنفس الوقت مالها مونومورفيك. شو يعني مونومورفيك؟ يعني ريجولار نفس الشكل. هي ريجولار، الفي تاك هي ريجولار، لكن الكيو ار زي ما تفضلتي انها ايش؟ الها نفس الشكل. هاي بنسميها مونومورفيك. هاي اول حاله. وشوفي عندنا حالات ثانيات بنستخدم فيها الالكتريكال كاردوفيرجن لكل السوبرا فنتريكولار تاكيكاردياز. هنا كاتبين بس الاتريال فلتر والاتريال فيبريليشن، لكن احنا ممكن نستخدمها مع البي اس في تي، مع الساينس تاكيكارديا، او مع الجنكشنال تاكيكارديا كمان. فمع كل سوبرا فنتريكولار تاكيكاردياز اذا كان وضع البيشنت انستابل وما استجاب للميديكيشن، احنا ممكن نستخدم له الالكتريكال كاردوفيرجن. طيب البروسيجر قلنا الكاردوفيرجن بتعطي الشوك مع وقت الهارت اكتيفيتي اللي هم قصتهم مع الار ويف. سوري. فاذا كنت انت بتستخدم جهاز اللي هسه متطور اللي احنا بنسميه اوتوميتد اكسترنال ديفيبريليتر، هذا لحاله بنحط البادز على تشست البيشنتس، وطبعا لحاله بحدد وين الار ويف وبيعطي الشوك. طبعا هو راح يكون يقول لك الجهاز راح يكون يعني يحكي يقول analyzing rhythm shock is advised، تعطي الشوك مثلا بتكبس عليها، او حتى هو لحاله ممكن يعطيها بس قبل ما انه بيعطي warning. فانت بصير تقول I am clear everyone you are clear للشخص اللي قدامك اللي بيساعدك في CPR everyone is clear، وبعدين بتعطي الشوك. في الديفيبريليتر طبعا معظم الاجهزه اللي في الاقسام اللي عندنا شو مالها مونوفيزك. في عندنا اجهزه مونوفيزك وفي عندنا بايفيزك. شو يعني مونوفيزك وشو يعني بايفيزك؟ مونوفيزك زي الجهاز هذا الموجود عندنا هذا في الصوره، هذا مونوفيزك. شو اللي بصير؟ انه الشحنه تيجي من one pedal ل second pedal مره واحده وبس. وفي الغالب تكون الشحنه عايش مالها الجول تاعتها عالي زي تقريبا 360 جول في حالات الديفيبريليتر. تمام. في البايفيزك اللي هو زي البايفيزك زي الاوتوميتد اكسترنال ديفيبريليتر، هاي بتيجي زي اللزقات واحده نفس الاماكن الموجوده هنا في الصوره، لكن الشحنه بتنتقل ذهاب واياب، يعني بتيجي بترد ترجع. فكانك زي كانك بتعطي الهارت تو شوكس، هاي بنسميها باي فيزك، وبتكون الجولز تاعتها اقل، ممكن 200 220 260 حسب الوضع تاع البيشنت. طبعا اجزاء في لها انواع بيدلز اور هاندز اوف. شو يعني بيدلز؟ هاي البيدلز الموجودات، وقلنا اللي هو الهاندز اوف او اللي بنسميهن بادز اللي هي زي اللزقات، تيجي زي اللزقات وتلزقها على تشست البيشنت. ليش بنستخدم الديفيبريليتر؟ قلنا لحالات الفنتركولار فيبريليشن او البلسلس في تاك، وبدنا نحاول نعمل نقلل الانتربشنز اللي بتصير في حالات الكومبريشن. هي الشغله الوحيده اللي ممكن او يعني تكون جاستيفايبل اني اوقف الكومبريشن في حالات السي بي ار
إنه بدي أعطي كهرباء. بعد ما أعطي الشوك تستناش الجهاز يعمل analyzing الريثم continuous CPR لمدة دقيقتين أو 5 cycles CPR. شو يعني cycle؟ 1 cycle هي 30 لـ2، ماشي؟ هاي 1 cycle بنسميها 30 compression لـ2 breath. 5 cycles أنت بدك تعطي 5 ضرب 30 و5 ضرب 2 يعني 150 compression، بتكون معطي فيها 10 breath. هاي هي 5 cycles. بعدين بتوقف عشان الجهاز يعمل analysis للريثم. الميديكيشنز اللي احنا بحالات الاي سي ال اس لازم تنعطى بدون ما نوقف احنا الكومبريشن عشان نقلل الانتربشن وبالتالي نزيد السرفايفل تشانس. السيفتي ميجرز لازم اتاكد انه البادلز او البادز اللي قبل شوي حكينا عنهم اللي هم زي اللزقات انه في كونتاكت كود كونتاكت بينهم وبين السكن. اذا البيشنت هيري في على صدره شعر كثير شو لازم نعمل؟ شيفينج دكتور. شيفينج بالضبط. طب اذا ما في عندنا ريزر وفي عندي هاي اللزقات تاعت اللي هم البادز باللزقات دكتور بالضبط، بحط واحد من اللزقه وبشلع وبشلعها شلع زي انه زي قاعدين بيعمل واكس تريتمنت اللي الناس اللي بتشيل شعرها بهاي الطريقه بعمل واكس تريتمنت زي هيك. فهم بتحط انتباد وبتشلحها. طبعا اهم شيء تتاكد انه في عندك انتباد احتياط، مش والله ما فيش اللي عندك الا هالثنتين وقاعد بيضيحهم على شلت الشعر. طيب اذا ما في بدك تروح تدبر شفره او الكتريكال ريزر، الافضل الكتريكال ريزر طبعا، وتحلق لهذا الشعر لانه بدون ما تحلق ما راح يكون في عندنا جود كونتاكت وبالتالي انت ما بتعطي الكهرباء صحيحه. ممكن نستخدم كوندكتيف ميديوم اللي هو الجل، واذا احنا قاعدين نستخدم البادلز اللي هم زي اللي بالصوره هاي اللي هون هاي اللي تحت يعني نسميها بادلز زي ما قلنا، فانت لازم تعطي شويه بريشر. قديش البريشر؟ من 20 ل 25 باوند في بريشر، وهاي يعني زي كانك قاعد بتضغط تقريبا 10 كيلو، تعمل بريشر 10 كيلو على البيشنت. اهم شيء البادلز مالهم ما يتلامسوا مع بعض، ماشي؟ وانه الشيست مثلا اذا كان واحد غرقان حاول انه نشف له الشيست تاعه. اللهم صل وسلم محمد. شو كمان؟ AAD الجهاز الاوتوميتد اكسترنال ديفيبريليتر هذا سيف انك تستخدمه في السنو، ماشي؟ عادي يعني واحد بالثلج مغيب وانت جبت الAAD عادي يعطيه، لا تخاف. وشو كمان؟ تأكد انه ما فيش عنده implantable devices زي البطارية هاي، اذا في موجودة حط البادل على الجهة الثانية زي ما قلنا. وكمان بعد عن اجهزة الاكسجين لانه الاكسجين مادة سريعة الاشتعال وانت قاعد بتعطي تيار كهربائي فممكن يصير عندنا حريقة. اذا انت قاعد بتعطي قاعد تعمل كاردو فيرجن على الجهاز الموجود عندك في القسم زي الهاوز او زي اللي شفتوه في القسم، تضغط على او بتلف هاي العداد بتخلي سينكرونايزر از اون. في الاي اي دي ما فيش داعي، هو لحاله بيحدد، عشان هيك سميناه اوتوميتد. في الديفيبريليتر او سوري اذا بدك تعمل ديفيبريليشن بتخلي هذا الخيار اللي هو سينكرونايزر بتخليه ايش؟ اوف. طبعا لا تشحن الجهاز الا لما يصير وقت الشوك، وقبل ما تعطي الشوك شو لازم ننادي؟ كلير 3 مرات، اي ام كلير، ار يو كلير للشخص اللي بيساعدك في سي بي ار، ايفري ون از كلير. هاي 3 مرات ناديت بعدين بعطي ايش؟ الشوك. طبعا شو معنى كلير؟ انه ما فيش حدا لا صايب المريض ولا صايب السرير او اي شيء من الادوات الموجوده على السرير، لانه ممكن ينتقل التيار الكهربائي عن طريقها. نيرسينج مانجمنت اكسبلين بروسيجر للبيشنت وللفاميلي عشان ما يفكرون ان احنا قاعدين بنعذب فيهم. بريميديكيت ذا بيشنت اذا في له ادويه زي الانكزولايتكس. نراقب الفيتال ساينز الاي في بولس اوكسيميتر، بنظل مراقبين الاي بي سيز. مش عارف يعني انا بالنسبه لي واحد ليش بدي اعطيه كاردوفيرتر او كاردوفيرجن او ديفيبريليتر الا اذا بكون عنده ايش؟
حالة في الكاردك، المشكلة في الكاردك. فأنا بالنسبة لي الأصل تكون CAB. طيب monitor the heart rhythm, document the procedure. حد عنده أي سؤال؟ دكتور عندي سؤال بس. تفضل دكتور. امبارح حاولت اشوف الفرق بين الموبيتس 1 والموبيتس 2 من حيث متى بتطلع متى بيصير البلوك، ما اعرفش متى بالضبط بصير البلوك كله في الوحده. طيب موبيتس 1 خلينا نرجع القلم. موبيتس 1 ابو زايده. ابو زايده دكتور. طيب الموبيتس 1 او الوينكباخ شو اللي بصير في عندنا؟ انه الاي في نود بتكون تعبانه، فانت لما تعطيها لما توصلها الامبلس من الاس اي نود اول مره بتمشيها، ثاني مره راح تتعب، راح تطول لحتى تمشيها، بعدين تتعب اكثر اكثر، بظلها تتعب لحتى شو تعمل؟ توقف، تقول والله انا خلص اكثر من هيك بقدرش، فراح تطلع عندك بي ويف بدون كيو ار اس، راح يكون عندي بلوكت كيو ار اس، ماشي؟ فقاعد بتطول تطول تطول البي ار انترفال. بينما في الموبيتس 2 البي ار انترفال ثابته لحتى مره تلاقي في عندك انت ايش؟ بلوكت كيو ار اس. هذا الفرق بيناتهم. البي ار انترفال يعني. نعم، كله دائما الهارت بلوك تتطلع على البي ار انترفال فقط. تمام. تمام هيك يا جماعة؟ تمام. خلينا نبلش في المحاضرة الثانية. اللي هو البي ال اس. طبعا هاي البي ال اس الجايد لاينز للأسف قبل كورونا. الموجود عندنا في السلايدات. بعد كورونا طلعوا ريكومنديشنز جديده، كنت انا ناشرها على التيم المكثف، اذا انتبهتوا مره نزلت الصوره عليها وراح ارد انزلها على الجروب الفيسبوك. طبعا شو الفرق؟ الفرق انه بقول لك مثلا اذا انت بتشتبه انه هذا البيشنت عنده كورونا، وطبعا زي ما انتم شايفين مع الاعداد اللي عندنا اي واحد انا قدامي بشتبه انه عنده كورونا، فمش لازم نستخدم ماوث تو ماوث، لازم يكون في عندنا نوع بارير، ماشي؟ الاصل يكون في عندي بارير اني انا استخدمه عشان نمنع الترانسميشن اوف كورونا. دكتور زي ايش البارير؟ تفضلي. لا خلاص كنت بدي اسالك زي ايش البارير. البارير زي الون واي فالف ماسك، ماشي؟ ون واي فالف ماسك هذا انت بتعطي هواء ما راح يوصلك اي بريث من البيشنت. وكمان هنا بحالات الكوفيد 19 بقول لك اذا انت بدك تستخدم الامبو باك تعطي بريث للبيشنت، اشبك الامبو باك على اكسجين، اشبكه على 100% اكسجين. فهي اكثر الميجر ديفرنسز في حالات الكوفيد 19. دكتور تفضلي. يعني عندنا حاله واقعه بالشارع وبي ال اس، من وين يمكن ما يكون معي وان واي فالف ماسك ولا حدا اصلا؟ انا منه علي هسه هون بتصير الايثيكال دايليماز زي ما بيقولوها. هسه هي مره الدكتوره مجد يعني قالت هي انه ممكن تعطي، وهي اعطتكم اسايمنت، ماشي؟ انا بالنسبه لي بعطيش ماوث تو ماوث بريث في حالات زي مرض الكورونا، لان انا بصراحه هي انا نصبت كورونا وشفت انه الموضوع مش سهل. اللي بقول لك كورونا وعباره عن فلو قول له الله لا يذوقك اياها. كورونا يا جماعه والحمد لله انا مناعت كويسه، لكن مرت علي يومين اسوء منها ما فيه، الله يعين الكبار. فهذا مش سهل، فانا مش مستعد بصراحه اني ارجع. ما هو كمان الانتي بودي يستعون الكورونا، في دراسات بتقول ممكن ظهر 3 شهور ممكن 6 شهور، في دراسات بتقول لك لا ممكن تطول اكثر من هيك. يعني ما في، لساته مرض جديد، انت قاعد تحكي عن مرض عمره سنه، يعني بالله كمان 4 اشهر الاقي واحد بالشارع اروح اعطيه ماوث تو ماوث؟ استغفر الله العظيم، روح موت. بعمل بس مش معناه انا ما بعملهوش سي بي ار، في نوع سي بي ار شو اسمه؟ هاندز اونلي سي بي ار،
شو يعني هاند اونلي سي بي ار؟ بس بعطيه كومبريشن، وهسه بنحكي لكم اياها ان شاء الله. وهي من الاصل تعلموها كل الناس هاند اون سي بي ار، وراح انزل لكم فيديو على الفيسبوك كيف بنعلمها، كيف بعلموها للشعب في امريكا. لانه شو بده المريض لما انت عم تعطيه كومبريشن وهو مش قادر يتنفس مثلا، محتاج الاكسجين، بيكون لساته اوكسجينيشن في البلد نفسه، بيكون لساته في شويه اكسجين، يعني هذا ما بيستنزفه مره واحده. فانت كل ذا عملت له كومبريشن، هاي الاكسجين الموجود لساته في بلد في الدم تاع البيشنتس ممكن يوصل للبرين للهارت، يصحصح البيشنتس يرجع له للسبونتانيوس بريثنج. فانت هيك شو عملت؟ انقذت حياه المريض. طب دكتور بصير أسأل سؤال؟ تفضلي. يعني ما خطر في بالي من قبل، بس إنه معقول ما في سوليوشن فيه أوتو ذائب ممكن ينعطل المريض عن طريق الوريد؟ أوتو ذائب ها؟ ليش يعني؟ ما هم بيعطي إلكترونات؟ والله يشتغل عليها لما تتخرجي إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله. طيب خلينا نبلش محاضرة البي إل إس. بي ال اس احنا بنعطيها في حالات السادن كاردك ارست او سادن كاردك ديث، وفي لها اسم ثاني اللي هو الكارديو بولمونري ارست، واللي هي تعريفها سيسيشن اوف نورمال او سبونتانيوس بريثنج وسيسيشن اوف سيركوليشن. طبعا ما انه اسمها سادن فهي ممكن تحدث بدون اي وارنينجز، عشان هيك احنا لازم نعمل كلوز مونيتورنج للبيشنتس الات ريسك، ولازم نتعامل معها بسرعه انه نعمل رابيد ديتكشن نكتشفها بسرعه ونعمل ريسوسيتيشن بشكل سريع. هاي كواليتي بولمونري او كارديو بولمونري ريسوسيتيشن او سي بي ار لازم نبلشها خلال 4 إلى 6 دقائق، وفي ناس بيقول لك من 3 إلى 5 دقائق، عشان نزيد فرصه حياه البيشنت ونمنع الريفرسبل برين انجري. يعني انت مش بس بدك الهارت يرجع يشتغل، بتكيش البرين يظل محروم من الاكسجين لفترات طويله. عشان هيك في عندنا قاعده بحالات الام اي والستروك ايش هي، انا بجوز حكيت لكم اياها بحالات في ماده الادلت. مين بتذكر شو هي؟ تايم از ايش؟ مسل. بالضبط تايم از مسل. شو يعني تايم از مسل؟ يعني كل ما خسرت وقت انت، كل ما تاخرت وانت تعمل سي بي ار، شو قاعد بتخسر؟ تخسر تيشو في البرين او في الهارت، لانه هذول الاثنين اللي بصير فيهم الريفرسبل دامج، مستحيل يرجع خلايا تيجي تعوض اللي صار فيها انجري. عشان هيك اذا كان الدكتور، اذا عمركم سمعتوا بعد السي بي ار تلاقي الدكتور طالع للاهل بيقول لهم والله احنا عملنا سي بي ار واعطينا حتى ساقات كهربائيه لبنكم، الحمد لله القلب رجع يشتغل، لكن لازم نستنى عشان نشوف البرين قديش صار في دمج، هل الدمج هذا ريفيرسبل ولا لا. وهذا الصح، لانه ما حدا بيقدر يعرف الا لما يجي يبلش يصحصح البيشنتس، لانه ممكن البيشنتس يصحصح لكنه مش قادر يحكي، مش قادر يمشي، زي جماعه اللي بصير عندهم ستروك وهو فعلا صار معاه اسكيميك ستروك، وهذا السبب اللي صار عنده الريفيرسبل برين انجري. causes of cardiopulmonary arrest ممكن حسب الاوريجين، كارديك كوزز زي الام اي، الكونجستيف هارت فيلير، ديسريثمياز، كوروناري فيز سبازم او الكاردياك تامبونات. شو يعني كوروناري فيز سبازم؟ هاي نوع من انواع الانجينا يا جماعه، ماشي، زي برنس ميتال انجينا اللي بصير فيها مثلا في حالات الكولد، حالات البرد كثير، تلاقي الواحد بصير معاه تشست بين بسبب الفيز سبازم، قل البيرفيوجن للهارت، وبالتالي صار عندنا اريتابيليتي وخش البيشنت بالريثمياز وصار معه كاردك الريست. طبعا مش بس بالبرد، ممكن تصير بحالات الايموشنز الستريس، ايموشنال ستريس، او بعضهم في حالات السموكينج ممكن يعمل لنا كورونري فازوسبازم. في عندنا بولمونري كوزز زي ريسبيراتوري فيلير، اير واي اوبستراكشن زي حالات التشوكينج انه يبلع شيء او يخش على الاير واي. في حالات الامبيرد جاز اكسشينج او اللي هو الاي ار دي اس، اكوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وهي كثير بنشوفها وين؟ معظم الموت اللي بصير في حالات كورونا بسببها، ماشي.
acute respiratory distress syndrome واللي كمان بيتبعها حالات septic shock. كمان البيشنتس ممكن يصير معاه impaired ventilation او حالات النيموثوركس، خصوصا اللي نوعها ايش؟ tension pneumothorax، او في حالات البولمونري امبوليزم. بولمونري امبوليزم شو مشكلتها؟ شو بتعمل؟ هلا شو بتعمل البولمونري امبوليزم؟ تعمل إديما. تعمل إديما بالضبط، هي راح تعمل لنا اكيوت، بعدين بصير عندنا congestion right heart failure، راح يصير عندنا acute right side heart failure. patients ممكن طبعا هاي اكيوت بسرعه، فهي ممكن ترجع رجوع للليفت سايد، وبالتالي البيشنتس ممكن يخش بحاله كارديوجينيك شوك. انسى انه موضوع ما فيش اكسجينيشن، لان البلد مش واصل للرئه، فبالتالي هذا البلد ما صار هوش اكسجينيشن، فراح يقل كمان عندنا الاوتو ساتوريشن. كمان بحالات الالكترولايت امبالانسز هايبر، اضيف لها هايبوكاليميا، ثنتين اخطر من بعض. حالات الهايبوماغنيسيميا، حالات الهايبركالسيميا والهايبوكالسيميا، لان هذول ممكن يعمل زي ما اخذنا من المحاضرات الماضيه، ممكن يعمل لنا تكيارثمياز. ممكن واحنا نعمل بروسيجرز نخلي البيشنتس او يصير مع البيشنتس كاردك ارست. زي ايش؟ زي نعمل كاثترايزيشن للبولمونري ارتري. طيب ليش بدنا نعمل له كاثترايزيشن للبولمونري ارتري؟ زي انه البيشنت مثلا يكون بدنا نراقب pulmonary artery wedge pressure، فبندخل احنا نعمل قسطره عاديه، انه بيدخل الكاثيتر من subclavian vein، بيرجع على الرايت اتريوم، بينزل للرايت فنتريكل، بيروح على pulmonary artery لحتى يوصل الكابيلاريز اللي في اللنجز، هناك بيقيسوا مثلا او بنسميها pulmonary artery wedge pressure. اللهم صل على سيدنا محمد. في عندنا حالات الكاردك كاثترايزيشن، زي حالات القسطره اللي بركبوا فيها ستنس، في حالات الام اي، او في حالات الاوبن هارت سيرجري. عندنا اسباب ثانيه زي دراج توكسيسيتي، سايد افكتس لبعض الميديكيشن زي مثلا الديجيتاليس، او اذا صار مع البيشنتس تروما زي مثلا حوادث السير لما يضرب الستيرنج في صدر البيشنتس، فهذا ممكن يعمل عند البيشنتس مايوكارديال كونتيوجن، أو يصير في عندنا تمزق في الأورطة. الأمريكان هارت أسوسيشن، طبعاً هسه في عندنا اليوروبيان هارت أسوسيشن، وفي عندنا الأمريكان هارت أسوسيشن، هذول بيطلعوا جايد لاينز، وفي الغالب في الغالب بتكون الجايد لاينز متشابهة. لكن أكثر شيء متعارف عليه، وأكثر شيء الناس بتتعامل معاه، هم الأمريكان هارت أسوسيشن والأمريكان سوسايتي أوف كارديولوجي ACS. هاي شو بتقول؟ بقول انه الكاردوبولمونري ريسوسيتيشن لازم تتبع هاي الخطوات. بالاول نبلش لها بيسك لايف سبورت لحتى يجوا الناس المختصين اللي معهم سيرتيفيكت يعملوا ACLS او الادفانسد كارديك لايف سبورت، وبعد ما نعمل له ستابلايزيشن او نرجع الريثم او النورمال ساينس ريثم، بيشنتس لازم ندخله للاي سي يو ونعمل له بوست كارديك ارست كير. هسه السيكونس حسب طبعا المنظمة الـ IHCA أو الـ OHCA تقريبا متشابهة. في أول واحدة الـ Chain of Survival بتقول لك لازم أول شيء أعمل Early Recognition، لازم أعرف متى بلش CPR، وإذا Patient at Risk أعمل له Prevention. إذا صار CPR وعرفته على السريع، لازم أعمل Activation of Emergency Response. شو يعني Activation of Emergency Response؟ يا برن بالتليفون على جماعة الطوارئ، أو إذا كنت أنا في المستشفى بفعل كود بلو. وفي بالدول الغربية الله يسامحهم متخلفين، هذول شو بيكون عندهم مثلا في الشوارع العامة أو في المولات؟ زي كبسات انذار، تقريبا كل كيلو أو كل نص كيلو بتلاقي مثلا عمود في كبسة انذار، تضغط عليها بتيجي لك سيارة دفاع مدني، بتيجي لك سيارة إطفاء. يعني هذا اذا انت كنت مضيع تلفونك او انلخمت ما عرفت شو تعمل، روح اضغط على هذاك الزر ولحالها بتيجي سياره الاسعاف وسياره الطفايه لعند المكان اللي انت ضغطت فيه عليه او ضغطت الزر فيه. فهذا هو المعروف او شو هو تعريف الاكتيفيشن اوف ايمرجنسي ريسبونس. بعدين بنبلش له هاي كواليتي سي بي ار، وهسه راح نعرف شو يعني هاي كواليتي.
ونعطي البيشنت ديفيبريليتر as soon as possible. إذا البيشنت رجع الريثم تاعه بندخله للآي سي يو لحتى يصير له ريكفري. بالنسبة للأو اتش سي اي تشين اوف سرفايفل، تقول لك أول شيء رن اللي على الشرطة أو على الدفاع المدني أو اعمل اكتيفيشن ايمرجنسي ريسبونس، اعمل له سي بي ار، ديفيبريليتر، جماعة الـ ACLS ياخذوه على المستشفى يدخلوه في الآي سي يو لحتى يصير له ريكفري. فهم متشابهات. البيسك لايف سبورت لازم احنا نعمل انترفنشن انه نعطي كارديو بولمونري ريسوسيتيشن اللي هم البريثنج والكمبريشن اذا بحتاج طبعا. اذا كان البيشنت عنده تشوكينج لازم نحاول نطلع هذا الاوبجكت اللي هو انه اجي مثلا اجي من وراء اذا كان ادلت واحط ايدي من تحت الاسترنم واضغط داونورد اند ابورد، فانا بضغط لجوه وبضغط باتجاه الحجاب الحاجز على اساس ان اطلع هذا الاوبجكت اللي مسكر الايروي. اذا البيشنت اجيت عليه لقيت في عنده بريثنج ولساته في عنده البلس عادي لكن البريث عنده مثلا 8 بالدقيقه، 8 بريث بير مينيت، شو انا هنا بعمل؟ بصير اعطيه ريسك بريثنج، يعني بس بعطيه بريثنج. هاي وين بهاي الحالات بتشوفوها مع الناس اللي بيكونوا متعاطين اوفر دوز، زي مثلا متعاطى مورفين اوفر دوز، الهارت لسات شغال لكن البريث صار والله نزل، صار عنده 6 بالدقيقه، فهون احنا ممكن نصير نعطيه ريسك بريثنج. كمان هون بشجعوا على استخدام الاوتوميتد اكسترنال ديفيبريليتر اللي هو الجهاز هذا اللي بيكون منتشر، بيكون موجود زي بكابينه في المطارات، في الجامعات، في وين ما كان هناك منتشر في دول متقدمه. هون بصراحه انا ما شفتوش، اتوقع شفته بمستشفى خاص ناسميه كان محطوط في الكوريدور. فهذا الاوتوميتد اكسترنال ديفيبريليتر الحلو فيه انك بتلزق هاي البادز على جست البيشنت، هو لحاله بيعمل انالايزنج، هو بيحكي لك انه شوكابل ولا لا، ولا تكمل السي بي ار، يعني زي اللي بدلك شو تعمل. ايش يعني ادفانس كاردك لايف سبورت؟ لما احنا يجوا الجماعه المختصين اللي معهم هاي السيرتيفيكت واللي معهم او بيعرفوا كيف يتعاملوا مع حالات الكاردك ارست، وبيعرفوا يعطوا الميديكيشنز الامرجنسي ميديكيشن في هيك حالات، وبيعرفوا يدخلوا الاير واي زي الاندوتريكال تيوب او الاوروفارينجيال اير واي، هذول بنسميهم ادفانس كاردك لايف سبورت تيم. هذول بصيروا يدوروا طبعا على الكوز اللي عمل الكاردك ارست ويصيروا يعمل الانترفنشن حسب هذا الكوز عشان يصلحوا الكوز ويصلحوا مشكلة الكاردك ارست. يعني ممكن البيشنت يكون عنده ميتابوليك اسيدوسيس، فممكن يعطوه الميديكيشنز زي البايكربونات عشان يحسنوا الاسيدوسيس، وبالتالي البيشنت تشانس اوف سيرفايفل تزيد. سامعين هذا اللي قاعد ببيع برا؟ سامعين. اوضح من صوتك يا دكتور. انا عارف عنه، هذا مستلبسني من الصبح. طيب هسه نبلش في السي بي ار. كيف يعني؟ اجينا على بيشنت لقيناه مرمي على الارض، فلازم الاسسمنت تاعتنا ما تاخذ اكثر من 10 ثواني. ايش يعني؟ باجي على البيشنت لقيته نايم، مثلا لقيته شويه هيك نايم على جنبه، بروح بعمل البيشنت placed on supine on firm flat surface. اذا كان على الارض مثلا بظبط نومته بخليه نايم على supine position. اذا كان في السرير تاعه في المستشفى بروح بجيب الباك بورد. بعدين بشيك على ايش؟ determining responsiveness، بشيك هل البيشنت صاحي ولا لا. كيف بشيك عليها؟ بنادي عليه سير ار يو اوكي، وبنفس الوقت شو قاعد بعمل؟ ماسك يا بكون اخبط على الكلافيكل يا بكون ماسك الشولدرز وبهز فيهم. طبعا اذا انت مشتبه انه البيشنت عنده سباينال انجري تقدر ايش تعمل؟ هاي تمسك الكتف وتصير تهز فيه، لا بس بتروح تضرب او تخبط على التشيست. فزي ما قلنا بننادي عليه بصوت عالي وبنهز البيشنت او بنضربه على الكلافيكل، بنصير نحكي له ار يو اوكي. نفس الوقت شو بنكون؟ نتطلع على التشست بريثنج، وبنفس الوقت شو بنكون نتطلع على الكاروتيد بلس، يعني بنكون نحس الكاروتيد بلس. هاي كلياتها مش لازم تاخذ معك قديش؟ 10 ثواني.
تمام؟ بس 10 ثواني. إذا البيشنت شفته قاعد بتنفس خلاص بتعرف إنه هو مش في حالة كاردك أرست. فأي واحد بتنفس نقدرش نعتبره في حالة كاردك أرست. بينما والله أجيت على البيشنت كان أنريسبونسيف، كان كوماتوزد مثلا وما فيش عنده البريثينج، فهذول أهم signs of cardiopulmonary arrest. طيب شو بنعمل إذا أجينا على patient كان unresponsive وما في عنده breathing وما في عنده pulse؟ طوالي طبعا الناس كمان اتجمعوا، فأنا بأشر على واحد منهم، لازم تأشر، ضروري تأشر، لأنه إذا ما أشرت على واحد كل واحد بيركن على الثاني من الناس اللي حواليك. تأشر على واحد بتقول له اسمع أنت رن على الدفاع المدني وجيب لي الجهاز الـ AED، وأنت بتروح تبلش بإيش؟ بالسي بي ار. اذا كان طبعا او بفعل الكود بلو، كلياتنا صرنا نعرف شو يعني كود بلو، صح ولا لا؟ صح. تعرف الكود بلو؟ هذا كود بلو هذا مشهور في المستشفيات، انه كود بلو از اكتيفيتد، يعني في عندي حاله سي بي ار، جماعه الاي سي ال اس يجوا على القسم او الوحده او اليونت اللي صار فيها الكاردك ارست، هاي معناها كود بلو. يعني بيقول سين call for help، call for help. طيب إذا أنت كنت لحالك وكان البيشنت أدلت وما فيش حدا يساعدك، شو بتعمل وما فيش معك تليفون؟ بتروح على أقرب مكان بتتصل في الدفاع المدني وبتجيب جهاز الـ AED معك وبترجع وبتشبك جهاز الـ AED وبتبلش البيشنت إيش؟ CPR. إيش الخصائص أو كيف بتصير عندنا؟ ABC ولا CAB؟ CAB compression بالضبط، airway breathing sequence. هاي التحديثات اللي صارت بال 2020 guidelines، طبعا هي صارت بال 2019 لكن منشوروها بال 2020، فهي صارت قبل ما تصير او طلعوها قبل ما تصير كورونا. وزي ما قلنا في عندنا algorithm جديد اذا كان suspected او verified انه هذا البيشنت مع كورونا. خلينا احنا مطالبين بهاي اللي هون، شو كاتب لنا اول شيء؟ verify scene safety. يعني والله ما بزبط ان اروح patient صار مع حادث سير وانا كنت مارق بالسياره طلعت ولو حادث، رحت طلعته نيمته جنب السياره وبلشت سي بي ار ولا هي سياره بلشت تدخن بكمل سي بي ار انا؟ لا، لازم الاصل اخذه على مكان سيف، فلازم verify scene safety, check for responsiveness, shout for help, activate the emergency response، ولازم نجيب الـ AED والـ emergency equipment as soon as possible. هذا إذا كنت لحالك طبعا. بعدين شو لازم تشيك؟ تشيك على الـ breathing وعلى الـ carotid pulse، وهاي زي ما قلنا مش لازم تاخذ أكثر من 10 دقائق. إذا حسيت إنه في عند الـ patients normal breathing، تفضلي. قصدي 10 ثواني مش 10 دقائق. أنا قلت 10 دقائق؟ آه. 10 دقائق بكون ميت، 10 ثواني فقط. إذا حسيت إنه في عنده breathing وعنده pulse بتظلك تعمل مراقبه لحتى يوصلوا جماعة الإسعاف الطوارئ اللي رنيت عليهم وين؟ في هاي الخطوة. طيب إذا هذا البيشنت ما عندهوش normal breathing لكن عنده pulse، يعني قاعد بتنفس زي لكن زي ما قلنا عنده 6 breath per minute، فأنا لازم أعطيه risk of breathing قديش الريت بتكون؟ 1 breath كل 6 seconds، يعني الريت قديش يكون عندنا؟ 10 breath per minute. ولازم صحيح انا بعطيه breath لكن بنفس الوقت لازم اشيك على الكاروتيد بولس كل دقيقتين، اذا ما في بولس بروح انا اعمل له بنتقل لهي الخطوه اللي هي ستارت سي بي ار. كمان اذا البيشنت انا بكون مشتبه انه عنده اوفر دوز، الاصل نجيب النالوكسون ونعطيه حسب البروسي او حسب البوليسي او حسب البروتوكول في هيك حالات. طيب اذا احنا حسينا او اذا نشيك على البريثنج ما فيش بريثنج، او انه البيشنت از اونلي جاسبنج قاعد زي قاعد بنازل قاعد باخذ مشاهقه، وكمان ما فيش وما حسينا في او انه عنده بلس، فهنا لازم نبلش سي بي ار. قديش لازم تكون الريت للأدلت؟ 30 compression per 2 breath، ماشي؟
واضحة ولا مش واضحة؟ تمام واضحة واضحة. إجانا الـ AED اللي هو الـ Automated External Defibrillator، وكان في واحد ثاني يساعدني، فأنا بظل أعمل Compression، والثاني الشخص الثاني بكون إيش؟ قاعد بركب جهاز الـ AED، بيشبك الوصلات وبيحط اللزقة على صدر الـ Patients، اللزقتين طبعاً، وبنكمل CPR لحتى الجهاز يقول لي Analyzing Rhythm. اول ما يعمل analyzing rhythm انا بوقف الكمبريشن عشان ما اخربط على جهاز على قراءات الجهاز. طيب الجهاز قاعد بيعمل analyzing rhythm، اذا shockable، شو يعني shockable؟ يعني مثلا عنده V-tag V-fib او A-fib او مثلا اي واحد من الارثمياز، فالجهاز راح يعطيه one shock، وانت على السريع شو بقول لك الجهاز الاوتوماتيد راح يقول لك continue CPR. هذا الاوتوماتيد. طيب إذا كان عندنا هذا الجهاز العادي الموجود في الأقسام في المستشفيات، مش ضروري الجهاز هذا ما بحكيش، فأنت بتعطي الشوك مباشرة بتكمل CPR، لا تستناش يعمل Analyzer Rhythm، تعطي CPR لمدة دقيقتين أو 5 Cycles، وبعدين بتستنى الجهاز يعمل Analysis للرثم مرة ثانية ويشوف إذا أنه Shockable ولا لا. طيب إذا ما كان Shockable، يعني زي في حالات الأسيستولي، هذا مش Shockable أسيستولي، شو لازم تعمل؟ تظلك تعمل CPR لمدة دقيقتين، وبعدين تسمح للجهاز انه يعمل analysis للرثم وتشوف. طبعا وهي هاي عبارة عن circle، shockable ولا لا؟ اذا shockable تعطي الشوك، تكمل CPR لمدة دقيقتين، اعمل analysis، shockable رد اعطيه كمان شوك، زي هيك. فهاي هي عبارة عن زي circle، يعني بتصير لحتى طبعا نوصل مرحلة يا انه البيشنس رجع لقيد الحياة فبنوقف CPR، يا إما إنه إجوا جماعة الإمرجنسي أو جماعة الطوارئ أو جماعة الـ ACLS هم اللي بيكملوا، أو إذا إنه مثلاً طولوا جماعة الطوارئ تائجوا، جماعة الإسعاف تائجوا، وأنا صرت منهك وما ما فيش حدا يقدر يساعدني، فأنا هنا بقدرش خلص، صار معي يعني بيرن آوت أو ما ظلش في عندي طاقة إني أقدر كمل CPR، فهنا أنت جاستيفايبل إنك توقف CPR. راح نيجي لاخر شيء، شو هم الكاركت او الكرايتيريا اللي لازم نوقف فيها CPR. طلعوا هاي ملخص، اجيت على البيشنس لقيته مغيب ماشي، فانا لازم اعمل تابينج على التشست وانادي عليه، تاكدت انه انريسبونسيف، فتطلع بهاي الصوره شو قاعد هذا الشخص باشر على واحد. ضروري اذا كان في عندك هيك دفعه من الناس او يعني عدد، تاشر على واحد منهم وتقول له انت روح رن على الشرطة وجيب لي جهاز الـ AED، لأنه إذا ما أشرت شو قلنا؟ كل واحد بركن على الثاني، كل واحد من الحضور بركن على الثاني، بقول أنا شو دخلني؟ ليش أروح أعمل رن على الشرطة؟ خلص في واحد غيري بروح برن، كل واحد بركن على الثاني بطلع ولا واحد ران لا على دفاع مدني ولا ما يحزنون، والبيشنس بروح منه. فضروري نكون أسيرتيف وتطلع النظرة عليه قديش أسيرتيف الزلمة، ونأشر على واحد ونقول له يو كول 911 and get the AED ماشي؟ بعدين بنشيك على البريثنج، بنشيك على البلس، ما في، فاحنا لازم نعطي الكومبريشن بريت 100 ل 120، وبنفتح الاير واي زي اللي هي هيد تشن هيد تيلت تشن ليفت، وبنعطي تو بريثس كل 30 كومبريشن، وزي ما قلنا الريشيو 30 كومبريشن بير او اند تو بريث. لما تعطي التو بريث بتوقف الكومبريشن ولا ما بتوقفه؟ لا دكتور ما بنوقفه، لا بتوقفيه بلا بنوقف. اذا ما كان في عنده اندوتريكال تيوب او اير واي استابليشد بنسميها زي الاوروفارينجيال اير واي، فهنا انت ضروري او ما بتقدرش تكمل كومبريشن، او عشان تكون انت عندك النفس يقدر يدخل لازم تخفف البريشر اللي على التشست، فعشان انت لازم توقف الكومبريشن. لكن اذا البيشنت كان مركب له مثلا اير واي، مثلا واحد على فنتليتر صار معك كاردو بولمونري ريست، ايوه ما بتوقف، بتظلك ماشي على الريت 100 ل 120 بالدقيقه، بتصير تعطي 1 بريث كل 6 سكند ماشي. يعني قديش بتصير 100 ل 120 كومبريشن بير مينيت و10 بريث بير مينيت، 10 بريث بير مينيت معناها 1 بريث كل 6 سكند.
بهاي الوقت بهيك يعني ما 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 في داعي انك توقف كومبريشن اذا في عندك انت ايروي او يعني مدخل له زي اندوتراكيال تيوب او الاوروفارينجيال ايروي، وراح ناخذ انواعهم ان شاء الله في المحاضره القادمه انواع الايروي. طبعا لما يجي الاي اي دي لازم اذا كنت انت لحالك وانت الوحيد اللي بتقدر تتعامل معه، مع انه اي واحد بيقدر يتعامل معه لانه التعليمات موجوده عليه، اذا انت كنت لحالك ورحت انت تجيب الاي اي دي بتشبكه وبتكمل سي بي ار لحتى الجهاز يقول لك انالايزنج ريثم، اذا اجى واحد ثاني يساعدك وهو اللي جاب الاي اي دي انت بتظلك تعمل كومبريشن، وهذاك الشخص الثاني بيروح بيشبك الاي اي دي وبتظلك تعمل كومبريشن لحتى الجهاز يقول لك انالايزنج ريثم فبتوقف. زي ما قلنا بنتبع خطوات كومبريشن ايروي بريثنج سيكونس او سي اي بي. هاي السي بي ار بالنسبه للادلت والادوليسنت هاي اللي هون على الشمال، او للتشيلدرن، وتعريف التشيلدرن من سنه لسن البلوغ، او اذا كان انفنت اللي هو عمره اقل من سنه. اول شيء شو لازم نشيك على سين سيفتي، ميك شور ذا انفايرمنت از سيف، بعدين بدنا نتاكد انه فعلا في عندي كارديك ارست ولا لا، فلازم نشيك فور ريسبونسيفنس، ما فيش بريثنج او البيشنت اونلي جاسبنج، وما في عنده بولس، وهي كلها تقولنا هاي العمليه مش لازم تاخذ اكثر من 10 دقائق، سوري 10 ثواني، انا مركز ان اكتب للبيشنت 10 ثواني فقط ماشي. لازم نشيك على البريثنج وعلى البولس ثنتين بنفس الوقت، ولازم ما ياخذ منا اكثر من 10 ثواني. وفي ناس بيقول لك البولس اعطيه من 5 ل 10 ثواني، يعني لا تشيك البولس بس ثاني وتقول والله ما عندوش بولس. هذول البيشنتس يعني بما انه ان ريسبونسيف مثلا، والله خلينا نتخيل انه هذا البيشنت معاه مونوفيسيك فينتريكولار تاكي كارديا، تمام، فهذا البيشنت راح يكون الكارديك اوتبوت عنده ديكريز، بما انه عنده ديكريز كارديك اوتبوت البولس راح يكون ويك، فانت لازم تعطي حالك وقت من 5 ل 10 ثواني وانت تشيك على البولس. اقل من هيك انت ممكن يو ويل مس ذا بولس، اكثر من هيك انت ما بصير لانك قاعد بتضيع وقت على البيشنت وبالتالي بتزيد فرصه انه يموت. طيب بعدين شو لازم نعمل؟ لازم نرن على الدفاع المدني. في حالات الادلت هون بتنقسم اذا كان ادلت ولا تشيلدرن او انفنت. اذا في حالات الادلت انت كنت لحالك في ار الون وما معك تليفون، تترك البيشنت بتروح على اقرب مركز اتصال او اقرب emergency response system تعمل له activation. وعرفنا شو هو emergency response system اللي هو الزر اللي بتكبس عليه بفعل الانذار، وبتروح بتجيب AED قبل ما تبلش CPR. اذا كان في حدا ثاني حواليك بتخليه هو اللي يروح يفعل emergency response system، بتخليه هو اللي يجيب AED وبتستخدمه as soon as it is available. هذا في حال اذا كان adult او adolescent. طيب شو الفرق بينها وبين اذا كان المريض children او سوري اذا كان child او اذا كان infant؟ هون بتنقسم لقسمين. اذا الكولابس صارت قدامك، شو يعني كولابس؟ يعني انه غيب قدامك او فقد الوعي قدامك، فهون انا بتبع هاي الخطوات، كنت لحالي ولا لا. اذا كنت لحالي بترك وبروح بجيب الاي اي دي وبرن على الدفاع المدني وبرجع، او اذا كان في حدا حوالي انا ببلش سي بي ار وبخلي هذاك يروح يرن على الدفاع المدني ويجيب الاي دي. طيب اذا انا اجيت على البيشنت على طفل ولقيته انكونشس، لقيته كولابس، شو هون بعمل؟ بعمل له بعطيه سي بي ار بالضبط، ببلش له 5 سايكل سي بي ار اللي هي 2 مينيت سي بي ار، بعدين بترك البيشنت اذا ما اجى حدا، بترك البيشنتس بروح بفعل الامرجنسي ريسبونس سيستم وبجيب الاي اي دي، برجع وبستخدم الاي دي as soon as it is available. بالنسبه للكومبريشن فنتيليشن without advanced airway ماشي، without advanced airway ان كان واحد ولا تو ريسكيورز بنستخدم 30 بريث بير تو، سوري 30 كومبريشن و2 بريث،
بينما في الشايلد او الانفنت اذا كان 1 ريسكور نستخدم نفس النسبه 30 ل 2، اذا كان في عندي ناس ثانيين يساعدوني نعطي 15 كومبريشن وبنعطي 2 بريث. طيب اذا كان البيشنت في عنده ادفانسد اير واي زي الاندوتراكيال تيوب، شو قلنا؟ بنضلنا ماشين كومبريشن بدون اي انتربشن، وبنضلنا نعطي من 100 ل 120. للادلت بنعطي 1 بريث كل 6 ثواني، هاي للادلت او الادوليسنت. طيب اذا كان تشايلد او كان انفنت يعني بين قوسين البيت، شو بنعطي؟ بنعطي 1 بريث لكل او في كل ثانيه لثلاث او سوري في كل ثانيتين لكل 3 ثواني، يعني بين قوسين بدي الريت يكون من 20 بريث ل 30 بريث في الدقيقه. هاي التحديث جديد ومش محدثه على هاي التيبل، راح تشوفوها في التكست كمان شوي. ماشي يا جماعه؟ وهنا بما انه في ادفانسد اير واي مش ضروري اوقف الكومبريشن لما بدي اضغط على الامبو باج، لا بظل اعمل كومبريشن والشخص الثاني بكون قاعد بيضغط على الامبو باج. وممكن انا طبعا اذا كنت انت لحالك فهنا انت مضطر انك توقف الكومبريشن وتعطي الامبو باج. كومبريشن ريت زي ما قلنا من 100 ل 120. طيب الدبث قديش لازم ننزل؟ في الادلت من 5 ل 6 سنتي ماكسيمم، ماشي. بالتشيلدرن انه تقريبا ثلث الانتيريور بوستيريور دايميتر، وتقريبا هاي بتساوي 5 سنتي. بينما في حاله الانفنت ثلث الانتيريور بوستيريور دايميتر، وهاي في الغالب بتكون 4 سنتيمتر. الهاند بليسمنت في الادلت بنحط ايدين ثنتين فوق بعض بنشبكهم بنعملهم لوك داون بنسميهم، بنحط الباطن الايدين على السنتر اوف ذا تشيست او اللي هو الاسترنم، وبنصير نضغط عن طريق الاكتاف بنخلي ايدينا ممدودات. بينما في التشايلد اذا كان المريض تشايلد يا بنستخدم تو هاندز او وان هاند حسب حجم البيشنت، حسب حجم الطفل. يعني والله كان طفل عمره 12 سنه مثلا وصحته فيه ما شاء الله، هذا ممكن استخدم ايدين ثنتين زي ما عملت في الادلت. لكن والله كان طفل عمره 3 سنوات وحبته صغيره، اذا عملت له بدي ثنتين شو راح اكسر له؟ راح اكسر له ضلاعه، ممكن اعمل له نيموثراكس. فهون بهيك الحاله انا ممكن بس لازم استخدم وان هاند، يعني حسب حجم البيشنت. اذا كان انفنت وكنت انت لحالك وان ريسكور، بيش بتعمل له كومبريشن؟ اصبعين. في الغالب بنستخدم الاصبع السبابه والوسطى، بنضغط على ايش؟ على التشست تحت النيبل لاين. طيب اذا كان في عندنا تو ريسكور، طبعا ليش انا بستخدم اصبعين؟ لان عشان اخلي ايدي الثانيه اقدر افضيها، يعني عشان اعمل له تو بريث او مثلا البريث اللي هو بيحتاجها، اللي هي احنا قلنا الريت من 30 ل 2. طيب اذا كان تو اور مور ريسكورز، في واحد مستلم هو البريث، انا اللي مستلم الكومبريشن، شو بروح بعمل؟ بحط ايدي حوالين تشست البيشنت، وبخلي تو ثامبس على التشست تاع البيشنت، بصير اعمل كومبريشن بالتو ثامبس. هون بالنسبه الى التشست ريكويل، شو يعني التشست ريكويل؟ انه بعد الكومبريشن تشيل البريشر، لا تضلكيش محني او حاط ثقل، شويه ثقل على تشست البيشنت، خلص عملت كومبريشن شيل ايدك، اعمل كومبريشن شيل ايدك عن التشست. ليش؟ بدي ارجع او بدي اسمح للبلد يرجع للهارت. طول ما انت ضاغط على التشست انت قاعد بتزيد الانترا ثوراسيك بريشر، وبالتالي قاعد بتقلل من الفينوس ريتين، بتقلل من الستروك فوليوم والكاردك اوتبوت، فهذا غلط. فاحنا لازم نسمح تشست ريكويل، يعني يرجع التشست لوضعه الطبيعي عشان يرجع البلد للهارت. انتربشنز، الاصل ما يصير في عندي انتربشنز. بعض الانتربشنز المسموح فيها انا والله كل دقيقتين لازم ابدل بينه وبين الشخص اللي بيعمل بريث، انا اللي بعمل كومبريشن وهو بيعمل بريث، كل دقيقتين لازم نبدل عشان ما نتعب. اجى واحد بده او اجوا جماعه الاي سي ال اس وبدهم يركبوا الاير واي، هاي كمان مسموحه ولازم ما تاخذ هاي الانتربشنز اكثر من 10 ثواني. ماشي، فالانتربشنز المسموحه مش لازم تاخذ اكثر من 10 ثواني. دكتور تفضلي. يا
يعني ما تضحك على سؤالي بس يعني هو هيك منطقي. أنا اضطريت إني أنا اللي بدي أعمل كومبريشن لمريض وحجمه كبير، وأنا يعني إيدي صغار ومش قادرة أعمل وزن ومش إفكتيف يعني الكومبريشن لإلي، كيف بدي أعمل مثلاً؟ ما في حدا غيري. هسا تقولي لي شدك صغار، هسا أي أدلت بيرسون في عنده البريشر الكافي إذا استخدم الكومبريشن الصحيح إنه تعمل إيديكي وتضغطي من الكتاف وزن الكتاف، انت شو انت قاعد بتحاربي بدك توقعي حيط؟ انت لا، الراس مالها بدك تنزل 5 سنتي في على تشست البيشنت وبكل سهوله بانك ادلت بيرسون بتقدر تعمليها. اجت ببالك انت تعمليها بركبتك صح؟ انا عارف. لا بزبطش، بصيرش. طيب components of high quality CPR قلنا لازم نتبع السي اي بي. بالنسبه للسيركوليشن كنا لازم نتأكد بالأول من إنه البيشنت ان ريسبونسيف وما فيش عنده لا بريث ولا بولس، ونستخدم الباك بورد، وكلياتها هاي الأمور ما تاخذ أكثر من 10 ثواني. بعدين لازم نبلش الكومبريشن، لازم نبلش الكومبريشن وتكون القاعدة تاعتنا بوش هارد اند فاست، الريت يكون من 100 ل 120 في الدقيقة، والديبث قلنا من 5 ل 6 سنتي. أقل من 5 بكونش الكومبريشن افكتيف، أكثر من 6 سنتي انت ممكن تعمل فراكتشرز بالريبس وممكن تعمل نيموثوراكس عند البيشنت allowing. وكمان اذا اكثر من 6 انت راح تكون الريت تاعك اقل من 100 ل 120، يعني مش بس عشان الانجري، كمان لانه كل ما انت زدت بالدبث راح تضيع وقت اكثر وبالتالي انت مش راح تعطي العدد المطلوب. كمان قلنا allowing full chest recoil after each compression عشان اسمح بالفينوس ريتيرن، وقلنا لازم نقلل الانتربشنز المسموح فيها اصلا لاقل من 10 ثواني. شو قلنا لازم نعمل روتيشن كل دقيقتين او كل 5 سايكلز اوف 30 كومبريشن تو 2 بريث. ماشي، ليش لازم نعمل روتيشن؟ قلنا عشان نمنع الاكزوستشن، لانه اذا صرنا اكزوستد راح نوقف سي بي ار، فهذا غلط. عشان نشيك على البلس منشيك على الكاروتيد او على الفيمورال عشان نشوف الافكتيفنس اوف كومبريشن او اذا انه رجع للسبونتانيوس بريثينج والسيركوليشن. دكتور شو يعني اكزوستد؟ يعني تعبنا منهك ما فيكيش، ما ظلش فيك حيل. بالنسبه للاير واي نستخدم احنا طريقه هيد تيلت تشين ليفت اللي هي هيها موجوده هون، نحط ايدنا على جبين البيشنت من نزل لتحت وبالإيد الثانية زي إحنا بندفع المانديبل لبرا، فإحنا هيك بنفتح الإيرواي. طلعوا كيف الإيرواي صار لها ستريتين، بينما في الوضع الطبيعي شوفوا كيف اللسان ارتخى وسكر الإيرواي. إذا إحنا مشتبهين إنه البيشنت عنده سباينال إنجري أو سيرفيكال سباينال إنجري، زي مثلا والله لقيناه جنب الدرج، لقينا في أثار كدمات على الرأس، في دم قاعد بنزل من رأسه، فأنا بشتبه إنه عنده سباينال إنجري، فلازم نستخدم إشي هاي اللي هون إيش اسمها؟ جو ثراست مانوفر. الجو ثراست مانوفر إنه بنمسك أدينا هيها، بنمسك طبعاً الهيد لازم يكون بنيوترال بوزيشن، بنحط كل إيد تحت التيمبرو مانديبولر جوينت، طلعوا 4 أصابع نمسك تحت المانديبولر جوينت، والثمب بنخليه على المانديبل على الذقن تاع البيشنتس. فإحنا بنحاول شوي جنتلي طبعا انه ندفع الجو فورورد، وهذا بيؤدي الى انه احنا قاعدين نفتح الايروي وبنسمح الفنتيليشن. بالنسبه للبريثنج الاصل شو نستخدم؟ ا بارير ديفايس زي فيس ماسك وذ فالف، زي هاي الموجوده هون، هاي الفيس ماسك وذ فالف. فانت لما تعطي، وطبعا في بعضهم بيكون في عندهم القدره انها تنشبك مع اكسجين، فانت بتنفخ بروح الاكسجين اللي واصل معك وبيفوت على داخل البيشنت، او ممكن تستخدم الباك فالف ماسك اللي هي موجوده هون. هسه الماسك ان كان الموجود على الامبو باك او على اللي قاعد بنفخ فيه هذا الشخص اللي هون له نفس الشكل هيها، واصلا هاي اللي قاعد بنفخ فيها تشبك عليها الانبوباك هيها، ماشي، ومشبوك عليها الانبوباك. كيف شكلها؟ بيجي شكلها من فوق
زي مدبب ومن تحت عريضة، سامحونا على سوء الرسم. فأيال بتيجي على النوز، من جهة النوز اللي هي من فوق مدببة، واللي من جهة الفم هي العريضة، ماشي؟ ولازم نعرف نحن كيف نمسكها ونسكر عشان نمنع الليكج. فإحنا لازم نعمل sealing around patient's mouth and nose، يعني نضغط بطريقة صح، وهسه كمان شوي راح نعلمكم إياها. وكل ما إحنا نضغط لازم نعمل observe للجست إنه قاعد بعمل rising وقاعد بينزل. ومش لازم نعمل excessive ventilation، الريت تاعتنا من 2 ventilations لكل 30 compression. أو إذا كان البيشنت عنده advanced airway، شوي بالله لو سمحتم دكتور صوتك راح. ليش بروح انت هاي السلايد؟ سامعين؟ اه هلا لا واضح الصوت. والله لانه راح صوتي راح صوتي قبل شوي عند نفس السلايد هاي. طيب انا صلحت هاي معناها انه تلغيها. اتوكل على الله. طيب فقلنا انه avoid excessive ventilation، الريت تاعتنا احنا من 2 ل 30 compression. اذا ما كان في advanced airway اللي هو زي endotracheal tube، هذول مش advanced airway، ماشي؟ شو يعني advanced airway؟ في عند تيوب فايت على الايرواي، هاي معناها advanced airway، يا endotracheal tube يا oropharyngeal tube مثلا. اذا كان في عندي advanced airway شو بتكون الريت؟ بعطي 1 breath كل 6 ثواني، يعني الريت بتكون 10 بريث في الدقيقة. هل بوقف الكمبريشن إذا في عندي advanced airway؟ لا لا لا، هاي القاعدة، طول ما إنه في عندك advanced airway بتظلك تعطي 100 ل 120 كمبريشن بالدقيقة، واللي ماسك الـ airway أو الـ advanced airway بكون يعطي 1 بريث كل 6 ثواني. إذا ما في عندي advanced airway بستخدم طريقة 30 كمبريشن، بوقف لحتى يعطي 2 ventilation، برد اكمل 30 compression، بوقف بعطيه 2 ventilation. هاي للادلت. قلنا شو التعديلات اللي صارت على البيدياتريكس؟ انه بصير صاروا انه يعطي 1 breath كل ثانيتين لثلاث ثواني، يعني انا بدي من 20 ل 30 breath بالدقيقه. طبعا هذا اذا كان البيشنت ايش عنده؟ advanced airway. Each of the two ventilations اللي هاي اللي احنا قاعدين نقصد فيها لازم تنعطى كل واحد منهم 1 second، لكل breath 1 second، يعني 2 breaths قديش لازم ياخذوا؟ 2 seconds، ماشي؟ تعطي تنفخ تترك، تنفخ تترك، ثانيتين لكل نفس ثاني. طيب اذا هنا في عندي 1 or 2 person بالباك فالف ماسك تكنيك، يعني في واحد قاعد بيعمل كومبريشن، يا انا بكون 1 بيرسون وماسك الامبو باج والباك فالف ماسك، او في واحد قاعد بيعمل كومبريشن وبكونوا في شخصين ماسكين الباك فالف ماسك. طيب هسه في واحد قاعد بيعمل كومبريشن ما لناش فيه، انا الشخص اللي بدي امسك الباك فالف ماسك وبس، وما فيش واحد ثاني يساعدني، شو بعمل؟ بإيدي الشمال النون دومينانت بروح بعمل الاي شيب بالثلاث اصابع الاولانيات ابتداء من الاصبع الصغير، بروح بمسك فيهم الاير واي، بفتح فيهم الاير واي، ماشي؟ والاصبعين اللي ظلوا اللي هم الابهام والاندكس السبابه بعملهم زي حرف السي، وبمسك فيهم الفيس ماسك وبعمل سيلينج عشان ما يصير في عندي ليكج للاير، يعني بضغط عشان ما يروح الهواء اللي قاعد بضغط فيه بالايرواي او بالامبو باك زي ما انتم شايفين هون. طيب هسه اذا كان في شخص يساعدني فبروح انا بايدي الثنتين بمسك الماسك بعمل له سيلينج وبفتح الايرواي، والشخص الثاني شو قاعد بيعمل؟ قاعد هو اللي بيعمل بيضغط على الامبو باك. هسه في تريك هون، لما انت تضغط الامبو باك هنا الاصل ما تفتح اصبعك هذا الثمب على الاخر، خليك ضاغط شوي. ليش تكون ضاغط شوي؟ عشان تحس اذا هالبيشنت بلش ياخذ نفس، فانت راح تحس انه الامبو باك بلش ايش ينفس، فبتروح ايش تدعم، تعطي النفس بنفس وقت او بتعطي البوش نفس وقت نفس البيشنت، ماشي؟
هاي واحدة من التريكس اللي ممكن تحسن السيرفايفل في حالات السي بي ار. كيف دكتور؟ شو كيف؟ ما فهمت يعني التريك اللي قلته. طيب هسه هم هون مش موجودة هون بالسلايد، هاي من الأشياء المتعرف عليها برا. بقول لك الشخص اللي ماسك الأمبو باك لما يضغط ويترك، حاول الثم بتاعه ما يشيله على الآخر، يخلي فيه شوي ضغط عشان يحس إذا البيشنت بلش بده يأخذ نفس، فهو يعطي الكومبريشن بنفس وقت نفس البيشنت. أنا ما بديش أعطي كومبريشن، ما بديش أنا أعطي قصدي النفس تاع الأمبو باك والبيشنت قاعد بيعمل لي إكسبيريشن، هذا غلط. إذا البيشنت قاعد بلش يرجع نفسه فلا، أنا بدي أعطيه النفس بوقت الإنسبيريشن تاعه، أريح ولما يرد يأخذ نفس أرد أعطيه هذا الكومبريشن. طيب أنا قديش لازم أظن أستنى؟ قلنا 1 breath لكل 6 second. والله هال 6 second مرقوا وما فيش، أنا مش حاس إنه البيشنت قاعد بأخذ breath، بروح بعطي الكومبريشن. Components of high quality CPR بالنسبة للديفيبريليتر قلنا لازم نستخدمه as soon as it is available، وطبعا نستخدمه في حالات الشوكة بالريثم. شو يعني شوكة بالريثم؟ زي VFib والPulseless VTag، وهي زي ما قلنا بتكون effective إذا انعطت خلال من 3 لـ 5 دقائق من بداية الكاردك أرست. هذا اللي بالصورة هو الأوتوماتيد External Defibrillator. شو يعني Automated External Defibrillator؟ راح أول ما تشغله راح يقول لك شو تعمل، راح يقول لك حط الباتس، واحد بتلاقيها على التشست على الرايت تحت الرايت كلافيكل، والثانية بتحطه وين؟ على الميد أكزيلري. هسا واحد ممكن يسألني ليش دكتور طيب حطيناها على الرايت، ليش ما حطيناها تحت الليفت كلافيكل؟ لأنه إذا كان المريض عنده بطارية أو دي مزروعة تحت الجلد، في الغالب بيزرعوا له إياها على الليفت سايد، فمعظم الأجهزة اللي بيزرعوا له إياها بيزرعوا لهم إياها على الليفت سايد، فأنا عشان ما أخربها وأخرب شغلها بحط الباد على جهة الرايت كلافيكل، والثاني زي ما قلنا وين نحطها؟ تحت الميد أكزيلري لاين على الجهة الشمال. وهيك احنا شو قاعدين نعمل؟ نعمل الهارت زي الساندويش، زي حوطناه بتو بادز عشان انا اعطي الكهرباء وتوصل الكهرباء بشكل صحيح. اذا كان البيشنت صغير في العمر فهذول التو بادز ممكن يلامسوا بعض، فشو بنعمل؟ بنخلي واحد على التشست والثاني وين؟ على الباك، نخليها على ظهر البيشنت من ورا. وهي كثير زي ما قلنا بتصير بحالات البيدز. بالنسبة للأوتوماتيد إكسترنال ديفيبريليتر، هيو هذا الجهاز اللي هون قلنا هذا بتلاقيه كمبيوترايزد وبيعطيك الأوردرز، وزي ما قلنا هيو كمبيوترايزد ديتكشن سيستم، ولحاله بيعمل أناليسز للهارت ريثم وبيعمل ديليفرز الشوك والنيسيسري. فهذا الدراسات بتقول كل ما استخدمته بسرعة خصوصا في حالات الفيفيب والفيتاك، كل ما زادت نسبة حياة أو إنه البيشنت يظلوا على قيد الحياة. هذا اختراع كثير مهم للبشرية، وزي ما قلت أنا أتوقع شفته مرة واحد مش عارف أي مستشفى، يا الإسراء يا الأردن والله ما أنا متأكد. فهاي يعني اختراع كثير بفيد البشرية بأمريكا أو بالولايات أو بالدول المتقدمة، بتشوفها في المطارات، في محطات القطارات، في الستاديوم سبورت ستاديومز، في المولز، كل مكان. ما بدهاش حدا يكون شاطر فيها، هاي بس انه خلص واحد يجيب الجهاز ويرد على التعليمات اللي بحكي له اياها الجهاز. طبعا زي ما قلنا هاي الاي دي اللاست ديفيبريليتر تو بي بيرفورمد ان ا فرايتي اوف سيتينجز باي بيرسونال تريند ان ذا يوز اوف ذا اي دي، يعني واحد عارف بس بتعامل كيف تعامل مع هذا الاي دي، لكنه مش شاطر او مش متعلم كيف يعمل اي سي ال اس، يعني بس انت تجيب الاي دي وشبك على البيشنت، واذا بدك تعمل معروف او تكمل معروفك اعمل الميت كومبريشن بالدقيقه اللي احنا بنسميها هاندز اون سي بي ار، وكمان شوي راح احكي لكم عنها. طيب شو احنا كريسكيورز لازم نعمل وشو مش لازم نعمل؟ اللي بالاخضر شو اللي لازم نعمله؟ انه نعطي كومبريشن على ريت 100 لـ 120. الدبث لازم يكون من 5 لـ 6 سنتي،
نسمح بالريكويل after each compression، يعني نسمح انه يرجع الشيست لوضعه الطبيعي، نقلل الانتربشنز لاقل من 10 ثواني. الانتربشنز المسموحه زي وعرفنا زي ايش المسموحه، زي انه مثلا والله بدي اعطي التو بريث، او انه بدي اللهم صل على محمد ابدل بينه وبين الشخص المسؤول عن التنفس، هاي مش لازم تاخذ اكثر من 10 سكند. وفنتليت ادكويتلي 2 أو 30 لـ 2 قلنا، هذا اذا ما كان في ادفانسد اير واي، بينما اذا كان في ادفانسد اير واي بتصير الريت 100 لـ 120 كومبريشن، والبريث تنعطى 1 سكند. شو اللي مش لازم نعمله؟ انه نقلل الكومبريشن لاقل من 100 او نزيدها اكثر من 120، هذا بيعني انك انت قاعد مش شغال صح، ما بتعطي effective compressions. الكومبريشن مش لازم يكون اقل من 5 سنتي او اكثر من 6 سنتي، انك تظلك معطي بريشر بعد الكومبريشن، فهيك انت زي انك لساتك راكي على صدر البيشنت، فهيك انت بتمنع الفينوس ريتير. وزي ما قلنا اذا كان في عندي انتربشنز، هاي الانتربشنز مش لازم تاخذ اكثر من 10 ثواني، او انك ممنوع انك تعطي اكسسيف فنتليشن، والله تروح مثلا تعطي اكثر من 2 بريث لكل 30 كومبريشن، فهذا غلط، لانه انت هيك قاعد بتزيد الانترا ثوراسيك بريشر، بتقلل من الفينوس ريتير. نيجيها واحده واحده. تشيست كومبريشن قديش لازم يكون؟ من 100 ل 120 بالدقيقه. ليش؟ لانه انا بدي كومبريشن يفرغ القلب مظبوط من البلد، وبالتالي ازيد الكاردك اوتبوت. اذا كان اكثر من 120 هذا بيكون على ايش؟ على حساب الدبث. انت يعني راح تعطي اكثر من 120، لكن هذا الدبث تاعك راح يكون اقل من 5 سنتي، وبالتالي ما راح يكون افكتيف، فلازم يكون من 100 ل 120. قلنا الدبث لازم يكون من 5 سنتي وما يتعدى 6 سنتي، اقل من 5 سنتي ما بيكون افكتيف، اكثر من 6 سنتي بتكون الريسك فور انجريز ار هاي. وطبعا لازم نكون احنا بوش هارد. كيف احنا بنعمل الكومبريشن؟ قلنا بنحط ايد فوق ايد، باطن الايد هو فقط اللي بيكون ملامس صدر البيشنتس، وايدينا ممدوده، والضغط بيجي من جهه الاكتاف مش من جهه الالبوز. تشست ريكويل لازم نسمح بالفول تشست ريكويل يرجع لوضعه الطبيعي، ماشي؟ كيف انا طبعا بعرف انه لما يرجع الاسترنم لوضعه الطبيعي، او انه مثلا ما يكون في عندي اي ضغط على التشست. هذا التشست ريكويل شو بيعمل لنا يا جماعه؟ بيعمل النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر، وبالتالي زي ما قلنا بحسن الفينوس ريتير. هذا اذا انت سمحت بالتشست ريكويل، لكن اذا ما سمحت بالتشست ريكويل ظليتك راكي على التشست تاع البيشنتس ومنعت الريكويل، فهذا راح يزيد الانترا ثوراسيك بريشر، وبالتالي راح يقلل الفينوس ريتير ويقلل الكاردك اوتبوت، وبالتالي راح يقلل عند البيشنتس البيرفيوجن للكورونري ارتريز، وبالتالي راح تزيد مشكله الانجينا او الام اي اللي بيعاني منها اصلا هذا البيشنت. انتربشنز في التشست كومبريشنز قلنا مش لازم تتعدى اكثر من 10 ثواني في الدقيقه، وبهاي الجايد لاينز الجديده صاروا يطلعون لنا مصطلح جديد اسمه تشست كومبريشن فراكشن. شو يعني chest compression fraction؟ اللي هي نسبة أو وقت اللي إحنا قضيناه نعمل فيه compression من كل وقت resuscitation time. قديش لازم يكون؟ at least 60%. يعني مثلا والله ظلينا إحنا نص ساعة نعمل CPR، قديش من هاي النص ساعة لازم نكون عاملين compression؟ كم دقيقة؟ كل 10 دقائق 6 دقائق، يعني منهم فست ضرب 3 يعني 18 دقيقة من أصل 30 دقيقة سي بي آر لازم يكون رايحة على الكمبريشن، فهي يسموها chest compression fraction. فهي طبعا كل ما أنت قللت الانتربشن بتزيد أعداد الكمبريشنز اللي بتعطيها بالدقيقة. وزي ما قلنا هاي chest compression fraction ما كانتش موجودة
بالجايد لاينز اللي طلعت في 2015. الجايد لاينز يا جماعه بتطلع كل 5 سنوات ماشي. هم بيجتمعوا بال2019 اجتمعوا بال2019 ونشروها بال2020. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ممكن تصير لها ابديت كل سنه حسب الدراسات اللي بتصير او حسب النتائج تاعت الراندومايزد كنترول ترايلز. طيب قلنا انه بنقلل احنا الانتربشن عشان نزيد الكورونري بيرفيوجن ونزيد البلود فلو للمايوكارديوم خلال السي بي ار. بالنسبه للفنتيليشن قلنا قديش الريشيو لازم تكون 30 ل 2، 30 كومبريشن لكل 2 فنتيليشن اذا ما كان في اير واي. اذا كان في عندي ادفانسد اير واي شو بتكون الريشيو؟ 1 بريث كل 6 ثواني او بما مجمله 10 او 10 بريثس في الدقيقه. اذا كان البيشنت بيدز، وهذا التحديث اللي صار بال2020 على الجماعه البيدياتريكس، وكان في ادفانسد اير واي بتعطي 1 بريث كل ثانيتين لثلاث ثواني، يعني انا بدي من 20 ل 30 بريث بالدقيقه. هسه الاكسسيف فنتيليشن قلنا شود بي افويدد لانها بتزيد الانترا ثوراسك بريشر. والله خلنا اشيل انا هذا الخط الازرق. طيب قلنا ليش الاكسسيف فنتيليشن شود بي افويدد؟ لانها ممكن تزيد الانترا ثوراسك بريشر وبالتالي بتقلل من الفينوس ريتير. هاي النقطة مش مرتبة صح. فأول إشي هي راح تزيد الانكريز انتراثوراسيك بريشر وبالتالي راح تقلل من الفينوس ريتير وبالتالي راح تقلل من الكاردك أوتبوت وبالتالي في آخر إشي شو راح يقل عندي؟ الكورونري بيرفيوجن بريشر ويقلل من نسبة النجاة. الهاند بوزيشن قلنا انه بنحط الهاند باللور هاف اوف ذا ستيرنم على مستوى النيبل لاين، بنحط الهيل اوف ذا اذر هاند اوفر ذا فيرست هاند زي ما هو موجود في الصوره هون. هيو الهيل تاع ايد على الهيل تاع على باطن الايد الثانيه. اصابعنا شو بنعمل لها؟ لوك لوكت يعني ماشي، زي بنعملها يعني خلص زي بنقفل عليها وبنثبت المكان. الايدين شو لازم يكونوا؟ الارمز لازم يكونوا ايش؟ fully extended arms، يعني لازم الالبوز تكون extended. ولما نضغط من وين جاي البريشر؟ جاي من الشولدر بالضبط، نضغط بوزن الشولدر ودينا الالبوز يظلها extended، ما بصير نطعج الالبو، هذا غلط. لازم نظلنا مادين ايدينا وننزل زي ما قلنا 5 سنتي ومش اكثر من 6 سنتي. Trained versus untrained rescuers. يعني شو يعني trained؟ يعني واحد مثلا تعلم كيف يعمل BLS معاه شهادة BLS. ال untrained اللي هم بنسميهم احنا lay rescuers او lay persons، يعني زي الاشخاص من المجتمع. Trained الناس اللي معهم الشهادة هاي بتاعت BLS، فهذا بيقدروا يعملوا BLS ولازم يعملوا الريشيو 30 ل 2، او اذا كان في ادفانسد اير واي بنعمل 100 ل 120 كومبريشن و1 بريث كل 6 ثواني. اذا كان اي واحد من المجتمع نوت تريند ريسكيور، فهذا شو لازم يعمل؟ هاند اون سي بي ار او كومبريشن اونلي سي بي ار، يعني بس يعطي من 100 ل 120 كومبريشن وكثر الله خيره، بديش يعطي اي بريثنج. ماشي؟ بال 2020 شو كمان بقولوا؟ اي واحد بريسيومد انه عنده كاردك ارست لكن انا مش متاكد منه خليهم يبلشوا له سي بي ار. شو يعني؟ يعني اجيت على واحد ان ريسبونسيف وما عرفتش اشيك على البلس، خلص بفترض انه عنده كاردك ارست وبصير ابلش له 100 ل 120 كومبريشن هاند اون سي بي ار، هاند اونلي سي بي ار. طيب بقول لك الهاندز اونلي سي بي ار هي اسهل للناس اللي غير متدربين على سي بي ار. وكمان تفضل. بس لو ما كان عنده يعني كارديك ارست مش ممكن يدخل في كومبليكيشن؟ لا لا ولا عنده اي مشكله، هي هسه بنذكرها بالنقطه الثانيه. تمام. فبقول لك الهاندز اونلي سي بي ار سهله
على الأشخاص العاديين، وكمان سهل إنهم يتعلموها. أول ما يرنوا على الشرطة بالديسباتشرز، شو يعني الديسباتشرز؟ اللي هم الجماعة الرد اللي بردوا على التليفونات، جماعة الإسعاف الطوارئ، بقولوا لهم بردوا، بنقلوهم شو يعملوا بسهولة، بقول لهم حطوا ديكوا على التشست، خلي ديك ممدودات وصير يضغط من جهة كتافك، فسهل جدا إنهم يعملوها. هاي الهاندز أونلي سي بي آر. شو بقول لنا النقطة الثانية؟ new evidence shows that the risk of harm to a victim who receives chest compression when not in cardiac arrest is low. هاي هي الإجابة بتاعتك محمد أبو زيد، إنه حتى لو البيشنت كان unconscious وهو ما كان cardiac arrest، وهذا الشخص اللي من المجتمع ما بس أعطاه سي بي آر للكومبريشن، ما راح يصير في عنده أي injury، لأنهم هذول اللي ريسكورز والناس اللي ما عندهم أو مش مدربين، صعب جدا إنهم يحددوا هل عنده بلس ولا بلسلس. فإذا أنا بدي أصير أقول لهم والله يتأكدوا من البلس، هذول مش عارفين كيف، فممكن أضيع وقت على الفاضي. لا، بنقول لهم يلا unresponsive، برشوا له سي بي آر، برشوا له hands only سي بي آر. متى بنقدر نوقف السي بي آر؟ صوتك بيقطع، مش واضح. صوتي بيقطع ولا بس عندها يا جماعة؟ واضح عندك بس يا سامي. طيب، متى بنقدر نوقف السي بي آر؟ إذا البيشنت رجع عنده اللي احنا مسميها return of spontaneous breathing and spontaneous circulation أو الـ ROSC. إذا بلشنا نحس أو نشوف علامات الحياة، زي إنه البيشنت بلش يفتح عيونه، صار يتحرك، صار يطلع صوت، أو صار زي ما قلنا رجع يتنفس، أو إذا إجوا جماعة الإسعاف والطوارئ أو جماعة الـ ACLS أو الـ EMS personnel، إذا أنت كنت too exhausted، ما قال لي exhausted لحالها، too exhausted، ما ظلش فيك، ما ظلش عندك أي طاقة إنك تكمل، فشو بدك تعمل يعني؟ خلص بدك توقف. أو إذا صار في عنا السين أو الـ environment اللي إحنا قاعدين نعمل فيها CPR is unsafe، يعني والله أنا عملت جنب السيارة اللي قلب فيها البيشنس أو عمل فيها الحادث، ولا هو كان في كمان مكبوب بنزين وولعت، فأنا ممكن أسحب البيشنس لمكان أكثر يكون في سيفتي أكثر وأكمل له CPR. أو والله تخيل هنا صار في عنا طخطخة، يعني تخيل بحرب، فأنت بدك تحاول تلاقي مكان سيف تعمل له CPR. BLS termination of resuscitation، في عندنا ثلاث نقاط هون، إذا مش موجود أي واحد منهم فأنت بتقدر توقف resuscitation، إذا أي واحد منهم موجودة ممنوع توقف resuscitation. إيش هم ثلاث نقاط؟ إذا الأرست not witnessed by emergency medical service personnel والpatient ما رجع له spontaneous circulation قبل ما ننقله، وما قدرنا نحصل الـ AED was delivered، فهنا إذا هذول الثلاثة صاروا فأنت تقدر توقف CPR. أي واحد منهم ما صارت فأنت لازم تظلك تكمل CPR، أو أقل إشي تعمل له تنقله للمستشفى. تمام يا جماعة؟ في ناس بقول لك طيب هي إحنا بالمستشفى على أي أساس بوقفوا CPR؟ هسا CPR team مش مكون بس من nurses، يكون في عندنا كارديولوجيست، في جماعة التخدير، في جماعة النيرسز اللي معهم الـ ACLS، فالدكاترة الكارديولوجي في الغالب هم اللي بيحددوا متى يوقفوا الـ CPR. في الغالب مثلا بقول لك والله احنا هذا البيشنس حاولنا نعطيه الشوك أكثر من 5 مرات وظلنا نص ساعة وعلى الفاضي ما في أي فايدة، فهنا ممكن يوقفوا الـ CPR، يعني هم اللي بيحددوا الكرايتيريا هم نفسهم. هاي الريفرنسز. حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ أي سؤال عن محاضرة اليوم؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم إن شاء الله. المحاضرة الجاي بنبلش بالـ ACLS. إن شاء الله اليوم بنزلكم على الفيسبوك شغلة كويسة أو حلوة شفتها في مستشفى فيرجينيا، إنه تيم الـ ACLS كل واحد له مسؤولية معينة، كل واحد له مكان معين في غرفة الـ CPR. يعني خلص كل واحد حافظ وين مكانه، فعشان هيك راسمين الرسمة. وكمان بنزل لكم فيديو الهاندز اون او الهاندز اونلي سي بي ار، وكمان شو رايز بنزل لكم التحديث اللي صار
على جماعة كورونا اللي هي الصورة اللي نزلتها مرة على التيمز. فهذول الثلاث أشياء إن شاء الله اليوم بنزلها على جروب الفيسبوك، وإذا لقيت أي فيديوهات بتساعد في الشرح كمان راح أنزل لكم إياها بإذن الله. الله يعطيك العافية. تفضل. هسا بالسي بي آر لو كان صعب الاي بي اكسس شو ممكن يعملوا هون؟ صعب الاي بي اكسس؟ مش عارف يعني إنه مش عارفين يحطوه أو صعب بالنسبة لحد. إنتروسيوس بيعطوا ميديكيشنز، ممكن يعطوها إنتروسيوس أو ممكن يعطوها عن طريق الإندوتريكل تيوب. أوكي تمام يا جماعة، الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بنشوفكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. السلام عليكم.